وصلنا لمساحة جديدة بصباحنا غير لليوم، كثير بنسمع عن فشل بالحمية الغذائية، طبعا هي القصة بترتبط بشغلات كثير ضمن حياتنا اليومية، أحيانا بيكون مستوى السكر في الدم له علاقة بهي القصة، مقاومة الأنسولين بسبب أيضا ثبات الوزن، لنحكي أكثر عن التفاصيل معنا ضيفنا لليوم وهو من اللادية، الدكتور عمار خضور اختصاصي تغذية، سعد صباحك. صباحك. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. دائما أو هلأ كتير صرنا عم نسمع بمصطلح مقاومة الأنسولين على الانستغرام، وين ما كان أخصائيين تغذية عم ينزلوا فيديوهات وعم يحاولوا يوضحوا صحيح. شو هو هذا المفهوم، خلينا نعرف من شو بيصير وشو مفهوم بالضبط. هلأ أول شيء مقاومة الأنسولين هي سبب الأساسي ضعف بفعالية الأنسولين بتقليل مستويات السكر بالدم. تمام؟ هذا الضعف بالفعالية للأنسولين بتقليل مستويات السكر بالدم اللي هو الجلوكوز بسبب كتير كتير أعراض تانية من السمنة لارتفاع مستوى السكر بالدم اللي بيؤدي ل ممكن يطور سكري نمط تاني، ممكن أعراض ضغط، كتير أعراض تانية من أهمها السمنة. فلما بصير في مقاومة على الأنسولين بتقل حساسية الخلايا تجاه الهرمون الأنسولين اللي شغلته أنه يربط بين السكر وهيدي الخلايا لحتى يدخلها تدخل جوا الخلايا لحتى توظف السكر فيها. تمام؟ فلما بقل استقبال الخلايا العضليه والدهنيه بالجسم للجلوكوز بده يرتفع اجباري بالدم. هذا الارتفاع بالدم هو اللي بده يؤدي لهي الاعراض اللي نحن كنا عم نحكي عنها. هي باختصار يعني كيف شو هو مقاومه الانسولين وحساسية الأنسولين. طبعا أي شخص بيكون عنده حساسية الأنسولين عالية لازم مفروض 90% هو شخص رياضي، شخص مهتم بالنظام الأكل تبعه، شخص قادر يحافظ على مستويات سكر الدم بجسمه بكميات مناسبة، الأشخاص البدينين، الأشخاص اللي كتير عندهم معتمدين على النشويات والحلويات بأكلهم، أكيد يعني باحتمال كتير كبير هن مطورين مقاومة أنسولين، حساسية الأنسولين عندهم أقل من غيرهم اللي هن الأشخاص الرياضيين اللي منظمين أكلهم تماما. طيب دكتور دائما السمنة مرتبطة بمقاومة الأنسولين، يعني دائما شفنا حدا بدين لازم يكون أنه هو جسمه مقاوم للأنسولين أو عنده مشكلة. الأغلبية المطلقة هيك. في عوامل تانية مثل عوامل الغدة، مثل عوامل الوراثية الهرمونية، نظام الغذائي بشكل عام. تماما. كأخصائيين تغذية اليوم دكتور كيف تتعاملوا مع الشخص يلي عم بيعاني من موضوع مقاومة الأنسولين؟ تمام. هلا مقاومة الأنسولين بحاجة لنظام غذائي خاص فيها. أوكي، هذا النظام الغذائي لازم يكون فيه النشويات بالحد الأدنى، الكربوهيدرات يعني، لازم نقلل السكريات لفترة معينة من الزمن لحتى نحن نعمل مثل سوفت وير للجسم لحتى يحول استمداده على الطاقة من السكر اللي عم يجي الأكل للدهون الموجودة بالجسم. تمام؟ بس يوصل لهيدي المرحلة الجسم بتصير ترتفع حساسية الأنسولين فيه، ولما بترتفع حساسية الأنسولين بيفرق النشاط، بيفرق عندك أنت، بيخف الوزن، بصير في خسارة دهون كتير منيحة، الكتلة العضلية بتتحسن، كل هيدي الأمور بتتحسن مع النظام الغذائي قليل النشويات. حتى لازم يعني يكون ما بس قليل النشويات، لازم يكون مدروس كنظام غذائي قليل السعرات كمان. تمام؟ ومننصح كتير 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 بالرياضة، لأنه الرياضة بتزيد استقبال العضلات للسكر. تمام؟ يعني بصير الكتلة العضلية بتزيد، الكتلة بتزيد مرونة العضلة، بتزيد الخلايا العضلية، بالأخص تمارين المقاومة، تمارين الحديد. في كتير عالم أنه بتقول لك أنه دكتور بحاجة ألعب كارديو مثلا، بحاجة مشي، ليش لا ألعب حديد؟ ما بحب ألعب حديد اللي هي تمارين المقاومة يعني. لا، تمارين المقاومة كتير مهمة لأنه هي بتزيد الكتلة العضلية، بالتالي لما بتزيد الكتلة العضلية أنت عندك بتغير كتير شغلات باستقلاب جسمك، بتزيد الاستقلاب، بتزيد امتصاص السكر، بتساهم بدور كتير كبير بخسارة الوزن وبتقليل الدهون.
أوكي. دكتور ذكرت حضرتك نصائح ونظام غذائي بالتخفيف أو زيادة مواد غذائية بالأجسامنا، اليوم هاد النصائح أو النظام هل هو مناسب لكل الأجسام حيساعد بتنزيل الوزن أو لا؟ كل جسم له نظام معين مفروض يتبعه؟ هلا الأنظمة بتختلف كتير وتتنوع كتير، بس أنا برأيي الشخصي التنوع الأنظمة لازم يكون مبني على التنوع شو بيحب الشخص وشو بيكره، يعني بدك تحاولي أنت تشوفي شو أفضل، يعني بدك يكون في حل وسطي بين الأخصائي التغذية والمشيان على الدايت. بس عم نشوف كتير أخصائيين تغذية عم بيحطوا أنظمة كتير كثير صعبة. تماما هذا الشيء غلط، يعني لازم يكون في شوية لازم يكون مرتاح مرونة. تماما لازم يكون في شوية مرونة بحيث انه نختار وجبات معينة، نختار اكلات معينة، اذا هذا الحدا اللي بده يمشي على الدايت ما بيتقبل نوع معين من اكل نشوف له بديل، نشوف له بحيث ما يحس حاله كتير ملزم كتير صارم الدايت. تمام، فأنا برأيي هذا هو العامل الأساسي باختلاف الأنظمة الغذائية، هذا العامل الأساسي، يعني تمام. اختلاف الوجبات لاختلاف بين الشخص. تمام، يعني دكتور قبل ما ننتقل عند نيرمين، أنت مع الحرمان أو التخفيف؟ لا الحرمان كتير غلط صح التخفيف أوكي بنوعية معينة، تمام، بنوعية صح، باختيارات صح، بنوعية غذاء صح. خليني ارجع اسالك عن موضوع النشاط الرياضي كونه اوصيت فيه، شو النشاط الرياضي اليوم المناسب؟ خلينا نحكي عن المده الزمنيه لهذا النشاط الرياضي وايضا التوقيت المناسب. كمان بدي نحكي عن نقطه، كان في هيك حديث مع احد الاصدقاء، هو عم بلش حميه غذائيه فعم يقول انه انا ضليت ثلث ساعه على جهاز المشي فعم بين عليه انه صرف 100 كالوري، فعم نحكي نحن عن النظام القليل السعرات انه اذا اكل بيضه مسلوقه او شغله ثانيه بيطلعوا 100 كالوري، فهذا الرياضه اللي بيكون يعني حرق شيء متراكم بالجسم النشاط الرياضي، ولا عم نحكي عن اي شيء مثلا لو غذاء صحي فهذا اللي حرقه؟ يعني النشاط الرياضي بيستهدف الدهون المعقده، المواد يعني السمنه الموجوده بالجسم، ولا اي شيء بينزل على معدتنا بيحرقه؟ هلا هو بده يبلش اجبر لك، انت بالرياضه بتصرفي سعرات، تمام، هيدي السعرات بتكون يعني من كل الجسم سواء كنت اكلتيها او كان شيء مختزن بالدهون او اللي هو، تمام، بس انت بالنظام الغذائي نحن كيف بصير الشغل؟ لما بناخذ سعرات اقل من اللي بحاجته الجسم، تمام، بصير انت عندك حرق للدهون، تمام، اوكي، لما بتاخذي انت زياده عن اللي بحاجته الجسم، تمام، بصير انت عندك زياده بالوزن، مش يعني نظام غذائي. وبالنسبة لسؤال لك عمو، يعني هن كثير مهمين سوا، تمارين المقاومة هي تمارين الحديد بالجيم، تمام، تمارين الكارديو كمان بتلعب بالجيم، بتلعب بالبيت، بتلعب بالشارع، بتلعب بأي مكان، أوكي، فينا نخلط بيناتهم، بس يعني أنا بفضل، هلا في كثير أشخاص ما عندهم القدرة إنه يلعبوا حديد، ما عندهم القدرة إنه يلعبوا تمارين المقاومة، فينا نعمل مثل خلط بيناتهم، مثل هيت كارديو، يعني هو شيء انت بتخلطي بين تمارين المقاومه وتمارين الكارديو، اوكي، فانت هون بتكوني شغلتي الحرق بشكل كثير عالي، كثير عالي، اوكي، وبنفس الوقت بتكوني انت اعطيتي العضلات هيدي هذا التقلص العضلي وهذا الهدم العضلي والبناء العضلي اللي هذا كثير بيلعب دور بفقدان الوزن وحرق السعرات. تمام، المدة الزمنية كوني انا ذكرت لك المدة الزمنية بتختلف من شخص لثاني حسب نسبة الدهون، حسب كتلته، حسب كمية العضلات، حسب شو عم يشتغل، يعني هي بتصير باشراف مدرب رياضي او الاخصائي. تمام، التوقيت المناسب لممارسة التوقيت المناسب بيفضل صباحا، يفضل كثير صباحا. هلا بحالة حرق الدهون، بحالة اذا نحن عم نشتغل لحتى نحرق دهون، انا بفضل صباحا حتى قبل الافطار، قبل الفطور. دكتور كثير مننا بنتبع حميات غذائيه وبمكان ما بنغش على قطعه حلو من هون، على صحن كنافه من هون،
بنغش كثير المشكله بالقصه يعني. احيانا ممكن نقطع اسبوع 10 ايام ونرد نرجع نقول يلا انا من بكره، بس بكره ما عم يجي. لهلا نحن عم نعاني من هي القصه، حنبلش بها كل سنه كل سنه. فنحن اليوم كيف قادرين نتعامل بالرجوع للحميه الغذائيه ونحن كنا بالاصل مبلشين فيها ولكن غشينا؟ نرجع طبيعي من الاول يعني، نحن نرجع طبيعي من الاول يعني، بس بدنا نحاول نزيد نشاطنا شوي يعني. بالنهايه حسب انت قديش لك موقفه، قديش لك شو نسبه الوجبات الغلط اللي تناولتيها. انا افترض اذا انت اسبوع من الوجبات الغلط تمام، بدك تبلشي من اول وجديد وبدك تبلشي صح وتبلشي مشان من الصعب للسهل. لنفترض اذا انت مثلا يوم او يومين خبصنا اكل، اكلنا وجبات غلط، اكلنا حلو، اكلنا ما نخاف يعني. ما بحب اقول لهيدي مشان ما الكل هلا يخبص يومين يعني، المشتركين عندي والمراجعين هلا لا فهلا اذا سمعوا فيها شغله بيروحوا بينطروا كل يومين، اسمحوا اليومين كانه الجسم هيك في شيء. هسه الجسم بيكون كلياته يعني حبس، بس اخذ سوائل زياده، هذا الوزن الزايد في حال زاد وزن بهدول اليومين، هذا الجسم كلياته فضلات وبده يكون سوائل. طبعا اذا كان مشيان على دايت صح، هذا الدايت الصح بيخلي الجسم يعني يضل عم يحرق دهون حتى لو وقف، بيضل عم يعتمد على الدهون كمصدر للطاقه. بس يومي حسب لك انت قادره بيوم واحد، قادره بيوم واحد تاكلي عن 3 ايام. صحيح، فهمت شو الفكره؟ فحسب انت شو الوجبات، حسب عدد السعرات، حسب انت كميه الوجبات، هي عم كلك يعني كله بيلعب دور. تمام، كلياته محسوب. خليني اسالك كمان عن موضوع كثير مهم، هو موضوع ثبات الوزن. ثبات الوزن، في اشخاص بيبلشوا حميه باول اسبوع كيليين ثلاثه اربعه الوضع ممتاز، بعدين بيعانوا من حاله ثبات الوزن وبيطولوا، هون بتفوت قصه الاحباط. فكيف فينا نفسر علميا موضوع ثبات الوزن؟ هلا هي في كثير الاسباب. اول سبب واهم سبب بنتعرض له هو احتباس السوائل. احتباس السوائل انك السبب الاساسي له انه انت ما بتكوني عم تشربي مي بكفايتك، بصير في رده فعل للجسم ليختزن سوائل اكثر، بفوت بحاله مثل صدمه انه مفكر حاله في تجفاف، فانت بيختزن سوائل اكثر فبصير في تحبيس للسوائل، هذا الشيء بيرفع الوزن. اوكي، لهيك نحن لازم نشرب كثير مي خلال الحميه، يعني مثلا حسب الجسم من لترين لثلاثه لاربعه احيانا، حسب البنيه والكتله كلياتها. عند النساء كثير موضوع تكيس المبايض بيلعب دور بموضوع ثبات الوزن، لان بصير في خربطات هرمونيه، هي الخربطات الهرمونيه كمان بتاثر على احتباس السوائل وممكن تعرقل عمليه نزول الوزن. فكمان ممكن نسبه الوزن اسبوع واثنين وثلاثه واحيانا شهر وشهرين، بس انت تشوفي حالك عم تفرقي بالقياسات وهذا هو المهم. فيتامين دال، فيتامين دال بيلعب دور كتير كبير كمان يعني. لنحن المفروض اي شخص حسب، طبعا فيتامين دال بينعطى حسب الكتلة الدهون الموجودة بالجسم، كل ما كانت اكثر كل ما لازم نحن نزيد الجرعة اكثر وناخده على فترة الحمية حتى بعد الحمية، وبدنا نعرف هذا الشخص بالاصل عنده عواز، عنده نقص، بيطلع بالشمس، كل هاي معلومات لازم نكون نحن ملمين فيها. موضوع الرياضة والكتلة العضلية، إذا شخص عم يلعب رياضة وعم تنبنى كتلته العضلية فنحن عم نزيد الكتلة العضلية وعم تنقص الكتلة الدهنية، فعم يضل الوزن ثابت. لهيك نحن دائما بنقول إنه ركزوا على القياسات، ركزوا على القياسات. طبعا يعني نحن شخص بس ازدادت الكتلة العضلية بده تاخذ حجم، بده تاخذ وزن، وهو عم ينزل دهون فممكن يضل الوزن ثابت. اوكي، كمان هذا الموضوع بيلعب دور. قلة النوم بتلعب دور، قلة النوم بتؤدي للقلق، القلق بيزيد الكورتيزول بالجسم، هذا الشيء بيؤدي كمان لتحبيس السوائل، كمان بيأثر، بيعمل اضطراب. كمان انت عندك فترة النوم كثير مهمة لحرق الدهون، فانت اذا ما عم تنامي منيح ممكن يصير عندك كمان ثبات بالوزن. هلا الشيء كمان اللي كثير مهم، الحميات القاسية. شو بتقصد فيها؟ بتكوني انت مش شانعة حمية قاسية كثير، جسمك مثلا انت بحاجه لينزل وزن، لنفترض انت عم تاخذي استهلاكك اليومي حوالي 2000 كالوري، فانت اذا بتنزلي 500 كالوري رح ينزل وزنك، يعني اذا انت بتمشي على نظام 1500 كالوري رح ينزل وزنك ولكن بشكل بطيء. اما لما انت بتكوني بالعاده تاخذي 2000 كالوري وبتنسفي النظام الغذائي وبتنزليه لل 600 700 كالوري او 800 كالوري، فانت رح تعودي الجسم على كميه كثير قليله من السعرات،
بتوصلي لمرحلة انه خلص جسمك تأقلم مع هالكمية القليلة، بحاجة انت تقللية اكثر من هيك، وهو غلط، بصير انت فتي بمشاعة لما بتنزلي انت تحت ال 700-800 كالوري، تمام؟ فهون انت عندك نسبة الوزن، فبدوخ هون الأخصائي التغذية والهيدي ليش هيك عم يصير ليش هيك، انت من الأول عاطي نظام قاسي، فانت لازم يكون في حسابات، هذا الشخص قديش بحاجة، قديش نحن لازم ننزل له الكالوريز لحتى يصير ينزل وزنه بشكل تدريجي بشكل صحيح، ما نمشي على حمية قاسية، كله هذا بيلعب دور. كمان ممكن تكون انت عم تاكلي شغلة من هون شغلة من هون قطعة حلو من هون شوية مكسرات من هون، ما عم نحسب الكالوريز. احيانا في كمان كثير شغلة مهمة، المشروبات. مشروبات بتجيني وحدة على العيادة بتخلي انه دكتور انا ما باكل، انا كثير كثير يعني وجبات قليل باكل، وجبات غازيه بتشوفيها بتشرب 3 بواح الصبح ومساء وظهر، بتاخذ كوكتيل ومعه سكر من هون، بتاخذ شاي 3 معالق سكر من هون، بتاخذ 6 ب 12، يعني انت فانت صار عندك اضعاف الاكل اللي انت لازم تاكلي. كلياتها هي شغلات بتلعب دور باثبات الوزن، بس نحن لما بثبت وزننا ما لازم نستسلم، ما لازم نقول انه خلاص استسلم نكفي. دكتور هيك بسؤال أخير وجواب سريع، كثير بنسمع بعد الحمية الغذائية بأننا في أسبوع أو أسبوعين هو لتثبيت الوزن، هلأ ما بعرف إذا بشكل علمي هذا الحديث مزبوط، أنه أنا اليوم قادرة أوصل لوزن مثلاً 60-65 كيلو وقف خلص شو ما أكل أنا حيبقى هاي؟ ما في هيك شيء أبداً، الجسم الإنسان شو بتعطيه بياخد. طيب ما هن اخصائيين تغذيه هن اللي يعني عمموا في تثبيت الوزن للاسف. ليك هي المصطلح غلط، نظام تثبيت ما في شيء انه نظام مكتوب على ورقه اسمه نظام تثبيت، المصطلح غلط، تمام؟ لتوصلي انت للتثبيت لازم انت تكوني خلال هذا النظام الغذائي اللي مشيتي عليه عرفتي انت كيف تنظمي اكلك، عرفتي شو لازم تاكلي، في تعاون بينك وبين اخصائي التغذيه لحتى انت بعد ما تخلصي الدايت وبعد ما توصلي للنظام للوزن اللي انت بدك اياه تعرفي انت شو لازم تاكلي وشو ما لازم تاكلي، يحط لك مثل ما نظام انه هيك كثير مركز، بيكون الجسم تعود كمان بحكيم على القصة. تماما بيكون تعود، بس انت لازم يصير في الشخص منه من ذاته صار عنده هذا الوعي كيف يظبط اكله كيف ينظم اكله كيف ما بقى يزيد وزنه، يلعب رياضه يحرق دهون، فهمتي شو الفكره، يحرق كالوريز، كلياتها هيدي بتنزل تحت مسمى نظام التثبيت، بس هو نظام التثبيت ما نورهم جدول ومكتوب عليه نحن وجبات، هذا كثير غلط، بيقولوا فشل هذا كثير غلط، سمنت لانك ما ثبتت تماما، يعني اي حجه بعالم التغذيه كثير اخطاء شائعه للاسف، وايضا في اجتهادات شخصيه عم نشوفها عندك متابع، يعني حالات عم تتابعها دائما، هي اللي بتحفز رشا قبل وبعد، يعني بتشجع الواحد ليبلش، يمكن بتضل الكلمه او المفتاح السحري باي نظام غذائي هو الاراده. صحيح. اكيد مع المتابعه الصحيحه، اكيد اكيد طبعا الاراده كتير كثير مهمة كثير مهمة، يعني انت لازم لما بدك تبلشي نظام غذائي او بدك تبلشي حمية او اي شيء بدك تخسر دهون لازم تكوني حاطة ببالك انه هي نقطة تحول بحياتك، على مستوى الحياة الشخصية، على مستوى اسلوب الحياة، على مستوى العادات، واخر شيء على مستوى النظام الغذائي. اكيد بتعطي ثقة بالنفس وحضور هيك مميز. اكيد تسلمي لي دكتور، شكرا لحضورك اليوم. تسلميلي. وتحياتنا وسلاماتنا لكل اهالينا بلادية. اكيد تسلمي لي، مشكورة جدا.